فعلا واضح. انا احمد ايه حاجه صعبه الارتباط، يعني الارتباط الابدي الاسري طبعا، ما في ارتباطات تانية يعني في الحياه عموما، لكن هو الارتباط يبقى عندي عيله واسره يعني بشكل دائم، ده صعب جدا وما عملتوش لحد دلوقتي. هو طبعا الحمد لله ان الانسان بيموت، لان لو الانسان ما بيموتش كده تبقى حاجه مش حلوه. يعني في ناس ممكن تكون بتعتقد بان الخلود حاجه كويسه، لا بالعكس الخلود مش حاجه كويسه. انت لو فكرت مع نفسك او فكرت مع نفسك كويس وحطيتي في بالك انك مش هتموتي ابدا، وكل الناس اللي حوالينا دي مش هتموت بما فيهم من الظلمه والناس الوحشه وانه مفيش عقاب ومفيش ثواب ومفيش ان البني ادم بيتجازى على عمله، لا الخلود مش حاجه كويسه، بالعكس الموت هو الحاجه كويسه، وان ده الحق لان كل الناس بتتساوى في الحق ده. في القران الكريم بنبلة علشان خاطر الله يرحمها خالتي كانت بتقول لي تناديني احمد بنبلة، علشان كان في شخصية كان اسمها احمد بنبلة تقريبا، شخصية سياسية يعني في البلاد المغرب العربي. اكيد ما فيش حد ما كذبش يعني اكيد، بس الحمد لله ممكن تبقى كذبة بيضة زي ما بيقول، يعني ماشي كذبة صعبة، لأن الكذب حاجة مش كويسة، لأن يعني المؤمن يعمل كل شيء يفعل كل شيء إلا أنه يبقى كذاب. يعني أسعد يوم في حياتي، لا هو ما فيش أسعد يوم في حياتي، لكن هو ممكن يبقى الواحد سعيد في أيام بتمر في حياته لما بيحس أنه هو نافع للآخرين، لما يحس إن هو مفيد للآخرين، لما يحس إن هو جدير بإن هو يعيش اللحظة دي وإن ربنا يبقى راضي عنه كده. يعني إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ قولنا ناخد بعد الراحة نستقنيص. نستقنيص؟ خلاص بقى كبر دماغك. إيه؟ إيه ده؟ إيه ده؟